يسعد مساكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم وحلقة متجددة من مساء العربية. خلينا نشوف العناوين لليوم. حبتها حرية تشغل العالم، حبة الجيم تربي عضلاتك دون رياضة. الباحث الرئيسي في المشروع البروفيسور بهاء الجندي ضيف مساء العربية. انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة. الفنان حصل على لقب النجم العربي، 35 عاماً من الغناء والتمثيل والنجومية، وليد توفيق ضيفنا اليوم في مساء العربية. يا ما لسه بيس انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بال. أبدع في تراجيديا، أجاد في الكوميديا، وأتقن دور الشرير الفنان السعودي تركي اليوسف في ضيافة مساء العربية. إفطارنا اليوم من بلاد الذهب، ندح غازي توافينا من النوبة، ألوان وألحان ومائدة مختلفة، ونجمتها فتة السنابل. خبر ربما سيسعد الكثيرين، حبة دواء تبني لك العضلات وتحرق لك السعرات، كل هذا وانت مستلقي في مكانك. ليست قصة احد افلام العيد، انما تجربة فعلية لدواء جديد يطور باحثون في الولايات المتحدة. طبعا الحبة هي حل للذين يواجهون معوقات جسدية في ممارسة الرياضة، وليست للكسالة بشكل خاص. المزيد في التقرير التالي مع هند ابراهيم من واشنطن. كلنا نتمنى أن تكون أجسامنا بأفضل صورة، وكلنا نعرف أن الرياضة هي الطريقة الأمثل للحصول على تلك الصورة، لكن بعضنا غير قادر على ممارسة التمارين الرياضية، وكثير منا يفضلون الجلوس والاسترخاء على الركض وحمل الأثقال. والحل في حبة دواء. تمكن العلماء في جامعة واشنطن للطب من صنع مركب تأثيره على الجسم يشبه تأثير الرياضة فيما يخص مكافحة ضمور العضلات وأمراض القلب وحتى الخرف، إذ إنه ينشط البروتينات المتخصصة المعروفة باسم المستقبلات المرتبطة بالأستروجين. ويأمل الخبراء أن يساعد المركب الجديد الأشخاص الذين أوهنت الأمراض والأدوية أجسامهم وكبار السن على استعادة العافية، لكن المركب نجح حتى الآن على القوارض فقط، فقد زاد من نوع الألياف العضلية المقاومة للتعب عند الفئران وحسن قدرتها على التحمل. وإلى حين تصبح تلك الأقراص السحرية متوفرة للبشر، توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بقيام أنشطة بدنية لنحو 3 ساعات أسبوعياً. لمساء العربية من واشنطن، هند إبراهيم. لكن ما الذي يجعل الناس تفكر في تناول القرص السحري وعدم ممارسة الرياضة؟ الزميلة ريان الظاهر معها الإجابة. يسعد مساك ريان. يسعد مساك يا ريم، تحياتي. الحركة بركة، والعقل السليم في الجسم السليم. كلام سليم، لكن لماذا يكره البعض ممارسة الرياضة؟ وفقاً لموقع ميديم، الافتقار إلى الحافز هو السبب الأول والأكثر شيوعاً وراء الكسل بشكل عام، وبالتالي ضعف العزيمة.
الجينات أيضاً لها دور. وفقاً لدراسة هولندية، العوامل الوراثية تحدد حوالي 37% من استجابتنا تجاه الرياضة. هذا يفسر العبء الهائل الذي يشعر به البعض قبل وأثناء التدريب. سبب آخر وهو أن بعض التمارين معقدة، والاعتماد على التعليمات المكتوبة أو مقاطع الفيديو يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة في غياب الدعم الشخصي. وبالنسبة لصلاة الجيم فالناس يكرهونها لأسباب مختلفة، أبرزها تحكم جداول التمارين في جميع قراراتهم الحياتية من خطط السفر والخروج مع الأصدقاء والعائلة. عودة إلى ريم، عودة لك يا ريم. شكرا لك يا ريان. خلينا نأخذ تفاصيل أكثر عن هذه الحبة السحرية من سانت لويس. ينضم إلينا أستاذ التخدير في كلية الطب بجامعة واشنطن الدكتور بهاء الجندي. يسعد مساك دكتور بهاء، وشكرا لوجودك معنا في هذا المساء. يعني حبة سحرية تغنينا عن الرياضة، كيف تعمل هذه الحبة؟ اهلا وسهلا استاذ ريم، شكرا جزيلا على الاستضافه، وتحياتي لكل مشاهدي العربيه والمواطنين في العالم العربي. كل عام وهم بخير وصحه وسعاده وافضل صحه دائما ان شاء الله. الفكره دي فكره هي مش جديده، هي فكره قديمه شويه، العلماء كانوا دايما بيتكلموا عليها. ازاي نقدر نستبدل الرياضه بحبه سحريه زي الحبه اللي حضراتكم بتتكلموا عليها؟ طيب. اللي حصل ان في اوقات كتير جدا في ناس بيبقى عندهم معوقات، ما بيقدروش يمارسوا الرياضه نتيجه زي التقرير اللي حضراتكم زعتوه من شويه، لاسباب جينيه او لاسباب عضويه. طيب احنا ممكن نعمل ايه في الحاله دي علشان نساعد الناس دي انها تستفيد من اثر الرياضه؟ زي ما حضرتك بتعرفي في توافق من كل مقدمي الخدمه الصحيه في العالم على اهميه الرياضه والاثر الايجابي للرياضه في كل مناحي الحياه. نعم. خاصة تجاه كثير من الأمراض زي أمراض القلب مزبوط. وأمراض السمنة والسرطان. طيب. ففي نوع معين من البروتينات، البروتينات دي اسمها مستقبلات المرتبطة بالإستروجين، هي ليست مستقبلات الإستروجين المعروفة، وهي كانت مشكلتها في حاجة معينة جدا. هي في منها ثلاثة أنواع مهمة جدا، هي بتعمل على تنظيم جزء كبير من أنشطة الخلية وأنشطة الجسم بوجه عام، لكن ما فيش مركبات عضوية تقدر تتحكم في عمل هذه المستقبلات. طيب. لحد ما احنا بدأنا نعمل على المشكلة دي. طيب هي ليه المستقبلات دي مهمة؟ علشان نوضح للمشاهدين، لما الجين المرتبط بالمستقبلات دي اللي احنا مركزين عليها بالذات، لما بيتم تعطيله بيقل حجم العضلات وبيزيد مستوى الإجهاد، وما قدرتش الحيوانات على إنها تقدر تبذل مجهود أكبر. نعم. وبتبقى معرضة للإجهاد بشكل سريع. طيب كلامك دكتور علمي بحت، يعني إن إحنا نبغاك تبسط لنا الأمور، يعني ماذا سيشعر الإنسان عندما يأخذها؟ هل المفروض إنه يشعر بانقباضات في العضلة؟ هل هي بتكبر العضلة؟ هل هي غنية للبروتين؟ يعني كيف راح تعمل، خصوصا إنه الرياضة فيها حركة وفيها تنفس وفيها أشياء كثير، تحرق الدهون، الإنسان بيتنفس، تزيد اللياقة، كيف هذه راح تقوم بالرياضة وأنا جالس على الكنبة؟ ممتاز جدا، هي بتحاكي كل الأثار دي، بتحاكي كل الأثار دي، لأنها بتقنع جسم الإنسان كأنه هو بيتدرب لماراثون من غير ما يكون بيتدرب. طيب. لأن هي بتنظم وبتحفز مسارات الأيض اللي في العادة بتستجيب للتمارين الرياضية، بس بدون التمارين الرياضية. والله. وبتزود من أثرها على كل مسارات الأيض اللي هي المهمة جدا في جسم الإنسان. فلما جربنا اختراع سحري يا دكتور. طيب عموما خلينا نشوف رأي الناس، يعني احنا سألناهم في السعودية هل ممكن أن الواحد يتناول قرص سحري يغنيه عن الرياضة؟ خلينا نشوف أجوبتهم. والله فكرة حلوة هذه، لو حصلناها راح نتناولها صراحة، وتغنينا عن شيء كثير، يعني برضو تغنينا كوقت كجهد، وإن شاء الله تتوفر هذه السحلية اللي تقولوها إن شاء الله. نعم اتناولها، تريحني عن النادي وعن الروحات والجيات، أخذها نعم وجدا وبشدة، لأنها تغنيني عن الوقت وعن البدن وعن التعب وعن الصحة وعن الرياضة، ومفعولها جيد وشامل. اتناولها بس بشروط، أول شيء إذا كانت الحبة ما تضر صحتي أبى أستخدمها، هذه واحدة، واكسب الوقت. لا والله ما اتناولها،
عشان التمارين اليوميه، اما اني يعني زي ما تقول بتناولها هذه بتغني انا يعني، عشان كذا بصير جالس في البيت ما راح اطلع ما راح اسوي اي اكسرسايز في الحياه، فانا افضل اني اسوي اكسرسايز افضل من اني اخذ الحبه هذه وتغنيني عن اني اسوي التمارين. هذا التغنين عن الروحات والجيات وعلى طول اكذها وامشي معها في الحياه على طول، ما اجلس ريح الحمد لله ما اخذها نشيط بصحه وعافيه. يعني شفنا الإجابات، في ناس يبغوا تناولوها بشروط وفي ناس مبسوطين فيها. طب هل هي بالفعل تغني عن الرياضة؟ وهل لها آثار جانبية؟ يمكن البعض يتخوف، طب يمكن تؤثر على عضلة القلب أو عضلة الرئة وغيره، أنه ممكن يعني تنشط لي عضلاتي هذه لكن ممكن تأثر على عضلات أخرى. ده سؤال مهم جدا يا فندم. احنا في لازم حضرتك المشاهد يعرف ان دي لسه لم تجرب في الانسان. نعم. هي جربت بس في حيوانات التجارب، بس المثير للانتباه والرائع جدا ان هي اتجربت في امثله كثيره لمرض فشل القلب، وكانت بتحسن من وظائف القلب بصوره جيده جدا. وجربت في نظام اخر مستحدث في الحيوانات بيحاكي امراض الشيخوخه في الكلى، وحسنت من كل الأعراض الحيوية بتاعة الكلى، وزادت من تكوين الميتوكوندريا في الكلى وقللت الالتهابات. وفي مرض تاني بنعاني منه بصورة كبيرة وأصبح عبء على الصحة العالمية، اللي هو متلازمة التمثيل الغذائي أو اللي بيسموه الميتابوليك سندروم، اللي هو حاجة معقدة من اضطرابات في الأيض بتأدي جزء منها مقاومة الإنسولين والسمنة ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون اللي بتؤدي في النهاية لأمراض القلب والأوعية الدموية. نعم. لما تجربت الجزيئات دي في هذا النوع من الحيوانات، في هذا المرض المستحدث في الحيوانات، أدت إلى تحسن كبير جدا، وأدت إلى تحسن في كل العلامات الحيوية، وأدت إلى تنظيم توازن الطاقة في هذه الحيوانات وزيادة تكوين الميتوكوندريا وأكسدة الأحماض الدهنية، زي ما يكون الجسم بالضبط صايم أو بيتدرب تدريبات بدنية. نعم. فإحنا في المرحلة الحالية اللي هي مرحلة التطوير، إحنا حضرتك بنسمي المركب اللي إحنا عملناه حاليا ده زي البروتوتايب في الهندسة. هو بس مثال أولي، بس إحنا بنعمل حاليا على تطوير أجيال جديدة منه، اللي إحنا بنأمل إن شاء الله في فترة الخمس سنين الجاية إنها توصل للتجارب السريرية. يعني حيكون حل معجزة وحل سحري ورح يريحنا كثير دكتور. يعني صراحة ديتنا تفاصيل كثير ومهمة، وكل يوم العلم بيتطور ورح نشوف المزيد. شكرا لك دكتور بهاء الجندي، أستاذ التخدير في كلية طب جامعة واشنطن سان لويس، شكرا لوجودك معنا في هذا المساء. شكرا جزيلا يا فندم، تحياتي. إلى الفن وإفطارنا اليوم مع نجم عربي، ليس أي نجم بل أول شخص حاز على هذا اللقب، لا يغيب عن أي عيد ميلاد. كيف وهو صاحب أشهر أغنية في هذه المناسبة؟ الفنان وليد توفيق ضيف مساء العربية. انزل يا جميل في الساحة والمختار كده بالراحة، أنا قد عينك مع أمي عينك دباحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي. الله، 35 عام من الإبداع والفن، عنوانها وليد توفيق، وأكيد إلى الزميل ليث بزاري وبعض المحطات المهمة في هذه الرحلة. يسعد مساك ليث. مساء الخير ريم، يعني فنان أجيال، عاصر أجيال. في عام 1985 كانت البداية الأولى للنجم العربي وليد توفيق مع ألبومه اتذكريني اللي حصد نجاحا لافتا في ذلك الوقت. ارتبط وليد توفيق بعلاقة خاصة وناجحة مع الجمهور المصري بعد أن أدى أغنية عيون بهية، لحنها الموسيقار طبعا بليغ حمدي وغناها محمد العزبي. العديد من الأفلام قدمها وليد توفيق، ومنها سمك بلا حسك مع الممثل دوريد لحام، وأمر الليالي، ما بننسى أمر الليالي مع ليلى علوي، وأنا والعذاب وهواك مع الفنانة صابرين، وأيضا وداعا العزوبية وساع البريد، فضلا عن فيلم من يطفئ النار الذي شاركته فيه الفنانة المصرية الشهيرة آثار الحكيم. لم يكن وليد توفيق مطربا وممثلا فقط، وهو ملحن أيضا، لحن لعدة نجوم منهم جورج وسوف ونانسي عجرم وهاني شاكر حتى باللهجة المصرية، وغيرهم من نجوم الفن العربي. عن غرامك يا عيوني، عن غرامك يا عيوني، حتى وانت بعيد
مسيرة فنية طويلة، وهي بدأت تحديدا من عام 73 يا ليت، وذكرت يمكن أنت أهم المحطات في حياته. صراحة فنان نجم عربي أحببناه وأجيال كثيرة حبته. من بيروت ينضم إلينا الفنان وليد توفيق. يسعد مساك فنان وليد توفيق، وشكرا لوجودك معنا هذا المساء، وكل عام وانت بخير وتقبل الله صيامك، واحنا جدا جدا مبسوطين لوجودك معنا اليوم. ريم يسعد لي مساكي، ليث يسعد لي مساكن، مساء الخير، يسعد مسا كل اللي عم يشوفونا من خلال العربية. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، وفرصة اني لكم كمان كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. إن شاء الله يكون عيد سلام ومحبة على السعودية وعلى الوطن العربي كله بإذن الله تعالى. آمين أبير. يعني ما شاء الله، لو نتكلم على المسيرة الفنية الطويلة اللي بدأت من السبعينات وبدأت في سن صغير، وما شاء الله عملت مع كبار النجوم وأحلى الأفلام اللي شفناها إلى اليوم وإلى بكرة، حتكون أفلام كلاسيكية جميلة عملتها. ولكن شهر رمضان بالتحديد يمكن قضيته في مدن مختلفة، يعني من بيروت ومسقط رأسك طرابلس والقاهرة ودبي وغيرها. إيش أحلى رمضان قضيته في حياتك؟ هلأ أكيد رمضان له روحية معينة، روحية السلام والمحبة والعطاء والأعمال الخير. أنا دايماً برمضان بقلل كتير من شغلي، ببقى متفرغ لأشياء تانية يعني. لكن روح رمضان وين ما رحتي بتكون معك طبعاً. وين ما رحتي بأي بلد، إن كان بالسعودية أو بالإمارات أو بليبيا أو بالأردن أو بأي بلد عربي أو بمصر، كل بلد لها طبعا روح معينة وتقاليد معينة بيتناولوها الصائمين واللي عايشين بهالبلد. لكن أنا بالنسبة لي بتدل جواتي طرابلس، بلدي، مسقط رأسي، لأنه عشت هالوقت هذا أنا مع والدي ووالدتي مع أخواتي بكل عوايدنا الطرابلسية اللي بفتخر فيها، اللي هي قريبة كتير من الوطن العربي، مش كتير بعيدة، لكن أنا هي ساكنة بجواتي بروحي، ما في إنس أبداً. لكن برضو كل بلد عربي مثل ما قلت رحت وسافرت وحسيت بروحية رمضان، بكل بلد له طعم وبكل بلد له مزاجه الخاص ورضا الناس برمضان. الله، طبعاً طبعاً، وطبعاً عاصرت كبار النجوم والفنانين، وخصوصاً مصر، يمكن القاهرة لها وقع خاص على قلبك. من كان الأقرب إليك في تلك الفترات أو الفترات اللي كنت تشتغل فيها في مصر والسينما، ومن تفتقد اليوم؟ أكيد مصر بلد الثاني، مصر هوليود الشرق وما زالت هوليود الشرق. وكنت دائما أقول أنا اللي ما بياخد فيزا من مصر كان وما زال ما بيكون على مستوى الوطن العربي. وبيروت كمان هي مراية الشرق، فهم وجهين لعملة واحدة. مصر بتربطني علاقات بكبار الفنانين وبالشباب حتى المطربين والملحنين، فأنا بحييهم كلهم من كل قلبي مشان ما أنسى حدا. لمين بفتقد هلا؟ أكثر شيء بفتقد الموسيقار بليغ حمدي، الله يرحمه، لأن كان تربطني فيه علاقة عائلية، وهو اليد الأولى اللي مدت لوليد بعيون بهية يا حبيبي في المدينة هو المشاوير. كثير بفقد لبليغ حمدي، مع أنه هو رحل في دنيا الحق، لكن هو موجود معنا دائما كل يوم، كل يوم بليغ معنا. وكنت زمان لما كنت قاعد معه لايث كنا بالشام عم نعمل بروفيت لمياد حناوي بنادي الشرق، كنت أقول له أستاذ بليغ ليه ما نعمل شوية لقاءات صحفية، ليه ما تطلع نحكي أنه عم ناخذ منك ألحان. يضحك اللي ما بحب، لكن تذكرني يا وليد بعد ما بتوفى إن شاء الله العالم العربي كله حيحكي عن بليغ حمدي. وفعلا اليوم العالم كله عم يحكي، إن كان بالسوشيال ميديا أو بالاحتفالات أو بالذكرى، بتلاقي بليغ حمدي 80% من أغاني اللي منغنيها اليوم أعماله خالدة وحاضرة هي ألحان بليغ حمدي. أكيد أكيد. طيب خلينا كمان كثير، وفائد كمان لرجل تاني. نعم كمان بدي أقول شغلي، سوري ريم، بالنسبة للبنان فائد كثير لملحم بركات. ملحم بركات هذا الملحن والصوت الحلو رحل بكير عنا، رحل بوقت كان ابتدى يثبت نجوميته أكثر وأكثر كمطرب مش بس كملحن. كمان كثير فائدي له بلبنان وبالوطن العربي صراحة من كل قلبي. أكيد نفتقدهم جميعا، وأعمالهم جميلة وخالدة وباقية، وطربهم جدا أصيل ورائع. وخلينا هذه الفقرة كمان أرحب بزميلي ليث اللي دائما عنده صندوق مليء بالأسرار والمعلومات اللي غالبا ما بنكون نعرفها. تفضل ليث. مساء الخير
ريم كمان مرة مساء الخير أستاذ وليد. يعني هالمرة ما نخليها بدون أستاذ لأنه جبنا أخبار حصرية على فكرة صادمة ما كنت أعرفها عن وليد توفيق. أشياء يعني من الأصدقاء ومن البيت، ليس فقط الأصدقاء، ومن هالأشياء وليد توفيق فاشل في الدراسة لأنه كان دائما وليد توفيق يتجه إلى الموسيقى إلى العود، يتطلع بالسقف ما يتطلع في الدرس، وكتير طلعت من المدرسة. تخيلي ريم 4 مرات طرد وليد توفيق من الصف لأنه كان دائما عقله يذهب إلى العالمية ينافس ألفيس بريسلي وغيره من الفنانين. وليد توفيق تخيلي أنه راح ما يموت مرة بالرصاص عندما ذهب إلى عكار وليد توفيق يحيي حفل زفاف لمدة 3 أيام. طبعا وليد توفيق اكتفى بحفلة واحدة وبعد ذلك أصحاب الحفل العرس طلبوا منه يبقى، فطبعا حاول يرفض ولكن عندما رفع السلاح سكت الكلام وغنى وليد توفيق في هذا الحفل الكبير. وغير هيك وليد توفيق اللي ما بعرف وليد توفيق برضو هاي عرفناها من مصر هالمرة مش من بيروت أو من طرابلس أستاذ وليد، إنه لحنت للفنان هاني شاكر أغنية باللهجة اللبنانية التي عادة ما بنعرفه بغني هاي اللهجة، وهي أغنية كيف بتنسى، هي أغنية طبعا غناها وليد توفيق هاني شاكر. وطبعا بدنا نحكي عن مدامتك، مستحيل ما نحكي عن ملكة الجمال جورجينا رزق اللي عادة بتكون بعيد عنها وهي بعيدة كل البعد عن عالمك، عن عالمك عالم الفن والسفر والغناء والرحلات للغناء أو لإحياء حفلات. طبعا لما بترجع على البيت أنت دائما بتتناول طبخة المغربية وورق العنب من إيدين الست جورجينا، طبعا بنحييها من خلال هذا اللقاء. ودائما يعني أنت بتحاول تكون قريب منها قدر المستطاع مع أنه هي كتير بعيدة عن عالمك عالم الغناء. وإذا حكيت قبل شوي حكيت عن أبو مجد أو منحم بركات، مع أنه ما كان يعرف يعني في لقاء إحدى اللقاءات اللي صارت مع أبو مجد الله يرحمه منحم بركات قال أنا ما بعرف هذا الشخص، ما بعرف وليد توفيق، بس المشاهد لازم يعرف إنه أصدقاء مثل ما ذكرت قبل شوي وليد توفيق والفنان المرحوم منحم بركات. يعني صندوق، شو رأيك أنت؟ شو رأيك كل هالمعلومات؟ تفضل أستاذ وليد. ليث أنا حسميك، أنا حسميك هلا بكل شيء بتعرف في البلاد في مخابرات، أنا حسميك أنت رئيس المخابرات الفنية، الصندوق المسكر فتحته كله بنجيب الأخبار هي كلها. يعني بنحاول نجيب معلومات من أول ما عرفنا إنه أنت موجود معنا دائما يبدأ البحث يجري البحث. وهاي طبعا معلومات لأول مرة بشاهد تشوفها تعرفها المشاهد العربي ليس فقط في مسائل عربية، وهذا شيء يعني بهمنا من يعرف كثير الناس. من يعرف وين بدي بلش ليث؟ وين بدك بلش؟ بدنا نحكي عن الفنان الفاشل إذا بتحكي لنا كيف كانت هالقصة. فاشل في الدراسة فعلاً فقط. كنت بمدرسة فاشل جداً. نعم. فاشل في الدراسة وانطردت 4 مرات من الصف لأنه كنت دايماً مشغول بالموسيقى. حتى وصلت أني جبت علبة سردين ما معي اشتري عود وقتها وركبت خيطان نايلون وصرت أعزف بتل الجيتار عليه وانطردت تاني مرة. كنت قاعد عم بتطلع بالصف والأستاذ عم يشرح درس تاريخ قدامي وأنا عم بتطلع عم بتصور حالي كيف حمثل فيلم مثل ألفيس بريسلي أو مثل شاني كابور كان بوقتها بالسينما. فكل تفكيري كان سينما موسيقى، وخاصة أنه أمي كان صوتها كتير حلو الله يرحمها. حتى وأنا عم بلبس تيابي أنا وعم بروح على المدرسة أنا وعم بجهز حالي كان دايماً صوت الوالدة سهام الله الحج الله يرحمها جميل جداً، فكان دايماً في ودني. فما بعرف جواتي أنا بقول الفنان الحقيقي بيخلق مزبوط. بيخلق من بطن أمه وعنده هالروح يعني الفنية وعنده ما شاء الله مسيرة فنية طويلة جدا أستاذ وليد، ويمكن الوقت بيداهمنا ولكن على السريع يعني حضرتك متزوج من ملكة جمال الكون الست جورجينا والكثير يتساءل ما هو السر الحفاظ على حياة زوجية سعيدة وطويلة ما شاء الله. يعني يمكن الناس الآن بيشوف طلاق وزواج ثاني وكذا، ولكن ما شاء الله زواجك مستمر من السيدة جورجينا طوال هذه السنوات، إيش هو السر؟ أدينا الخلطة السحرية. يا ريم مثل ما بيقولوا بالتونسي 5 و5 ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر 5 و5 بعيون الحاسدين
أنا عملت غنية هاي. لا هو هو أكيد الله يخليها ويطول عمرها. الاحترام والعائلة مهمة كتير بالحياة. نعم. ومش بسهولة إنسان يفرط بعائلته كرمال إشياء تانية. هي ست عظيمة ومتحملة. أنا بتعرف يقول دايما زوجة الفنان إذا بيكون كتير مشهور وعجبات وكتير وسفر. أناني بشغله طبعا. بتكون فدائية فدائية أي طبعا. فجورجينا ست عظيمة والحمد لله رب العالمين. نحن عايشين حياة عائلية كتير كويسة الحمد لله. الله يخلي أولادنا ويخلي أولاد الناس كلها. وبعدين فيها كتير مميزات. هي مش بس جميلة، جميلة كمان بالصالون، جميلة بقعدتها، جميلة بأفكارها. فسبحان الله الله مكبلها من كل النواحي. بالنسبة لأم علي بحب أقول لها أم علي، بحب كتير اسمها أم علي. وأنا بقول العائلة مهمة كتير، والفنان طبعا ليحافظ على عائلته مش بسهولة أبدا، لأنه بيكون عنده أنانية فظيعة وسفر. أنا كنت قاعد ببيتي بس 3 أشهر بالسنة، 3 أشهر بالسنة بس كنت يعني صح زي ما ذكرت العائلة أولاً وراء كل رجل عظيم إمرأة، وأنت فنان ونجم عربي كبير نفتخر فيه ونفتخر بأعمالك كلها اللي باقية. وخالد الفنان وليد توفيق، شكراً لوجودك معنا في هذا المساء. عندك ما ضل في جروح أصعب وجع بالقلب الموجوع جوا الروح. وبعدك بتقلي بحبك كيف بتنسى وبتروح. وبعدك بتقلي بحبك كيف بتنسى وبتروح. اليوم افطارنا من بلاد الذهب، يعني من النوبة في مصر. أهل النوبة لهم معادة ظريفة هي الإفطار والسحور أمام المنازل في رمضان، ومن أشهر أطباق الإفطار فتت السنابل أو السناسل. من النوبة تنضم إلينا مراسلة مساء العربية ندى حجازي. يسعد مساك يا ندى وتقبل الله. وإفطار شهي، يبدو أنه إفطار شهي بالفعل. دينا ما في جعبتك. مساء الخير يا ريم. هو يعني أنا محدش يقدر يتخيل قد إيه في طاقة حلوة قوي ومختلفة في النوبة. كمية الراحة والسلام اللي بتحسيها أول بس ما تيجي تقابلي الوشوش البشوشة بتاعت النوبيين وبلاد الذهب، قد إيه مختلفة وقد إيه عاداتهم لحد دلوقتي فيها ترابط وفيها تراحم. وفي رمضان طبعا ليها طعم مختلف. أنا الأول عايزة أرحب برويدة، هي مستضيفانا النهاردة في بيتها. شرفتونا، أهلا بكم. يعني يا رويدة، أولا أنا عايزة أعرف بس إحنا دلوقتي قاعدين على مائدة، إحنا 5 أشخاص أو 6 أشخاص، المعالق دول 7، فدي اعرف انها من العادات. طبعا عشان لو اي حد جه معدي صدفه او اي حاجه ونقول له اتفضل، فما يستناش ان هو ياخد معلقه من ايد حد، بتبقى معلقته اوريدي جاهزه. دايما بتبقوا عاملين حساب عابر السبيل. بالظبط، عشان كده ناكل في الشارع. طيب انا شايفه هنا على المائده ما شاء الله يعني في اطباق كتير، انا كاسكندرانيه معرفش منها غير الفراخ. في طبعا في الملوخيه وفي الويكه الناشفه عندنا اساسي، وفي الكاجي والخماريت تمام، ده اساسي برضو عندنا احنا لازم ناكله. وبرضو بناكل اكلات العاديه، بس احنا لازم بيكون في اكله من التراث موجوده عندنا على الطبليه بتاعتنا. يعني كان نفسي تكوني معانا يا ريم وتجربي الأكلات المختلفة، حتى العيش بتاعهم مختلف جدا. انت هتاكلي نيابة عني يا ندى. وطبعا جربي. لا لازم تشاركي، لازم ان شاء الله تيجي مصر وتشاركي تجربي. حتى العيش مختلف. طبعا هو في احنا كان فطرنا الأساسي طبعا الخماريت والكاجي، ومنه كمان بنعمل الحلو. يعني احنا بناكله بالملوخيه اساسي عندنا، فته لازم نعملها، بس بعد كده خلاص بقى تعبنا يعني عايزين نحلي بيه او نتسحر بيه السحور بتاعنا، بنضيف عليه لبن مسكر. طب في بقى عصير مشهور قوي قدمته لي اول ما جيت اسمه ايه؟ حلو مر. والحلو مر. الحلو مر ده هو الابري.
نفس التخميره بتاعته. هو بيتعمل على 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 الدوكه تمام. الابريج ان هو بيكون حلف بر والميه تمام ويتخمر وبيقعد مده كده ويتعمل بيبقى لونه ابيض كده اهو بينشف يعني بيتحط على الحصر بينشف يومين بعد كده خلاص هو ده الابريج. انما الحلو مر بيبقى نفس المكونات بتاعته حلف بر ودقيق وكل حاجه زي السوبيا بس بيضاف عليه اعشاب زياده زي الحلبه زي المكونات يعني اللي بتهضم بتساعد في الهضم. الله طب احنا حابه يا ريم تسالي حاجه. انا شايفه الطبليه دي اللي تفتح النفس اللي عليها كل ما لذ وطاب تسلم يدك يعني شيء جميل جدا. حلو البساطه مع الكرم وحلو العادات والتقاليد الجميله هذه. ولكن يعني ما شاء الله كل بيت يسوي هذه العاده يعني كل يوم من رمضان ما يعني الى نهايه رمضان وهم مستمرين على عاده الكرم هذه. الله على الجو الحلو اللي انتم جالسين فيه. ريم بتسألك هل كل يوم كل بيت بيعمل نفس الحاجة مستمرين على نفس الكرم كل يوم؟ طبعا هو كل يوم زائد ان احنا لازم كل يوم عندنا كل بيت في القرية ليه يوم بينزل صينية في الجامعة قبل اذان المغرب لازم عشان خاطر المؤذن للفطار المؤذن واللي قاعدين بيصلوا المسجد لحد العشاء لازم العشاء ينزل. احنا كمان داخلين على العيد وانا اعرف ان انتوا ليكوا عادات بقى مختلفه جدا في العيد كمان. لا العيد عندنا احنا مختلف. احنا اول حاجه الشباب والبنات بنصلي العيد وبعد العيد بقى بنبقى احنا عارفين اوريدي يعني احنا عارفين ان الشباب جايه تعيد علينا فمفيش حد فينا بيقفل بابه. مفيش حد بيقفل بابه يعني ما ينفعش مثلا اللي جايين يعيدوا دول يخبطوا عشان يدخلوا. لا البيبان كلها كل الشارع عندنا بيبقى البيبان مفتوحه. الله. كل الناس بتدخل في اي وقت فالشباب بتيجي بعد الاذان على طول يسمعوا الخطبه ويطلعوا يسلموا على الاهالي صله رحم بعد كده بييجوا البنات بتنزل يعني على العصاري كده بينزلوا بقى ويفرحوا على الناس ويروح يعيدوا على كل الناس وحلويات وبرح وكحك وبسكوت وكده. غير كمان ان انا اعرف ان النوبيين مش يعني بيهتموا كمان بحملات النظافه اللي بتحصل قبل العيد يعني مش بس بقى احنا طبعا كلنا كمصريات عندنا اللي هي ترويقه العيد دي مشهوره ايه؟ لازم نقلب بقى البيت كله كده جاهزه للعيد اول وجديد حتى لو هو متروق ونظيف عادي يعني ندى عادات وتقاليد جميله جدا. حمله النظافه عندنا مش تقف يعني يمكن الوقت بيداهمنا لكن شكرا لك انك عرفتينا على العشاء او الفطور النوبي والاكل النوبي اللذيذ وعلى شكرا لك ولضيفتك لوجودكم معنا في هذا المساء. شكرا لك يا ندى. قول حاجة حلوة فكرة جديدة حبينا نختبرها في رمضان في مساء العربية. قررنا نسمع الحاجات الحلوة وبس. اليوم نتكلم عن سوريا. أجمل حاجة بحبها في سوريا اللي هو المسجد الدمشقي الأموي في دمشق. بالنسبة لنا احنا تونس بالنسبة لنا احنا سوريا هي جورج وسوف سلطان الطرب. أحلى شيء في سوريا قدود الحلبية الأستاذ مالته صباح فخري طبعا. السوق الحميدية اللي في وسط دمشق مزين برشا. الجو جميل جدا والأكل يعني ما تتخيل قديش كان طبيعي يعني تحس إنه فريش. شعبها شعب لطيف جدا وأعرف إنهم بيحبوا المصريين جدا. أحلى شيء في سوريا مسلسلات الدرامية إجمالا البوزة الدق مشهورين فيها بالشام. الأكلات طيبة حتى إحنا صرنا مثلا عندنا بالأردن كتير بنستخدم الأكلات صرنا السورية. الله عن أكلاتهم خرافية. عندهم نوع من الأكلة الكبة اللبنية. بسوريا بحب بوزة الدقة العربية. بتعجبني أكلتهم معناها الأصلية متاعهم واللبسة متاعهم ولغتهم. منطقة اسمها الضيعة اللي هي يعتبر المناطق الريفية عندنا زي شبه المناطق الريفية عندنا في مصر. مسلسلتها كنا فرجوا فيها في بالحارة. الشواطئ اللي في الهادقية من الفطاقطوس اللي في كسر في سلنفة صعفيتة. الفنانين متاعهم مزيانين برشا. الكنافة الحلوة متاعهم.
عدد كبير من المسلسلات العراقية تعرض على مختلف القنوات في رمضان الحالي، كواليس الدراما العراقية مع سهى الوعد. مرحبا. المسلسلات العراقية تجاوزت حدودها لتصل لشريحة أكبر من الجمهور العرب، حيث رأيناها تتألق هذا العام سواء بالكوميديا أو الدراما، تماما كما حدث مع مسلسلي عالم الست وهيبة وأقوى من الحب. الجزء الأول قدم في عام 1996، من ذلك التاريخ وعالم الست وهيبة الجزء الأول ينبض بالحياة في الشارع العراقي، في البيت العراقي، في النفس العراقية. الجزء الثاني انضافت وجوه جديدة جميلة جدا، واكبة العمل أدت بشكل حلو، الستاف كله من الإخراج والتصوير والممثلين بذلوا جهد كل الشبيه. هذه مسؤولية كل كبيرة، احنا لازم نتحملها، وبنفس الوقت احنا يعني اكو إصرار بداخلنا انه نقدم الشيء الأفضل، وخصوصا انه هذا العمل يعني انا من يعني شلون اقول لك، يا من اكثر الناس اللي احبه واللي كذا، من انا كان عمري صغير بوقتها، فاليوم انا من اجي اريد اقدم النسخه الثانيه وقدموها اساتذه، هذه مسؤوليه كبيره. تعتبر الصحافه الخليجيه والعربيه ان الدراما العراقيه في طريقها لتصبح مطلبا على قنوات غير عراقيه قريبا، فالناس اصبحت تعرف نجومها وتتابعهم باهتمام، وهو ما اثبتوا نجاح هذه الاعمال هذا العام خاصه على منصات المشاهدة. المواقع أهم ما واحد يواجه بالوقت، أنت تختار موقع وفق رؤيتك، يعني مو أي موقع أنا أجي أدخل بيه، لا، موقع ضمن مواصفات معينة صالح للتصوير، يعني أنا ما أجي أذب نفسي فد موقع يحتاج، لازم الموقع أكو مجال للتصوير واسع، يعني بنفس الوقت فيه ذوق، مثل اللي بيوث بيها ذوق يعني بالوقت الحاضر. أنا أريد واصل من خلال يعني هذا المسلسل، يعني هو المسلسل مو بس قضية اجتماعية وأكشن وحب وما أدري شنو كذا، أكو ذوق ينعرض للمشاهد. حضور أنيق وصوت مميز وأداء سهل الممتنع، خليط رسم ملامح الفنان السعودي تركي اليوسف على الشاشة، هو من أبرز الفنانين على الساحة الخليجية، قدم مختلف الألوان الدرامية بين البدوي والكوميدي والتراجيدي، وذلك عبر عشرات الأعمال المسرحية والدرامية والتاريخية أيضا. تركي اليوسف ضيفنا اليوم في مساء العربية. هذا هو الجناح يا شيخ. إيه، هذا هو الجناح يا ما أشوفه خيل. ما تشوفه خيل؟ وش تقصد؟ لا بالله تراني ما أشوفه خيل، أشوفه سرخان ريح في يوم حار وشمس في يوم بارد، ما له ثمن ينبعبه وراعيه ما له حق يخليه. صدقت يا وفي، صدقت، ما له ثمن ينبعبه. من الرياض ينضم إلينا الفنان تركي اليوسف، يسعد مساك وكل عام وانت بخير. مساكي وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة ورمضان كريم والعيد مبارك إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله. هلا وسهلا بك، يعني دائما نشتاق لوجود الفنان تركي اليوسف وأعماله المميزة، وهذه السنة مشارك في دراما بعد غيابك عني، يعني دراما مع الفنان إلهام الفضالة، ولكن يمكن الجميع يتساءل ليش دائما الفنان تركي اليوسف متواجد في الأعمال الخليجية أكثر من الأعمال السعودية؟ مساكم الله بالنور جميعا ويعطيكم العافية، وأشكر الاستضافة هذه وأمسي على الجمهور الحبيب عبر العربية، وأشكركم أيضا على هذه الاستضافة الحلوة والإطلالة في رمضان. لا والله الفترات الأخيرة يمكن عملين خليجيين كانوا في رمضان لعدم وجود نصوص درامية يعني رمضانية عرضت عليه مناسبة في نفس التوقيت. نعم. سعودية، واشتركت مع الزملاء الكويتيين في عمل خليجي بعد غيابك عني، وقبله كان بلاغ نهائي، ولكن القادم إن شاء الله يعني عندي، صورت اشتباه عمل سعودي لم يعرض إلى الآن،
بس إن شاء الله قريبا على منصة شاهد، وأيضا عندما يعشق الرجال. يا سلام. مسلسل اجتماعي بوليسي. إيه. وفي أعمال قيد العرض إن شاء الله يعني قادمة بإذن الله تعالى. طيب حلو. الإطلالة هذا العام عبر بعد غيابك عني. نعم. ويعني الواحد يحاول ينوع بعض الأدوار، يمكن هالسنة دي يعني اللي مسويه بعد غيابك عني الشخصية المتسامحة لدرجة كبيرة جدا والطيبة اللي يعني من لي فترة ما تناولت مثل هذا النوع يعني عكس حياة ثانية، عكس شخصية يعني حياة هناك ثانية. هناك حتى مشروعات، في مشروعات كثيرة أكيد. بس بالضبط عكسها 100%. بدي أسألك يعني إحنا أول شفنا أخبار إنه الفنان تركي اليوسف رح يكون في ثانوية النسيم، وفجأة شفنا ثانوية النسيم مع الفنان خالد صقر. هل أنت انسحبت من العمل؟ إيش اللي حصل بالضبط؟ أبداً، سمعت زيك أنا تماماً نفس الخبر، سمعت أن الفنان تركي لا أحد اتصل فيني ولا تواصل معي، وأبداً أنا يعني إشاعة، والزميل خالد قام بالدور بشكل أكيد كويس ولو يعني طريقته في الأداء، لكن بالحقيقة ما عرض علي حتى أنا أعتذر أو أقبل، ولكن حلو الناس يعني تحب تحطني في الأعمال وترشحني حتى لو ما كنت موجود. بالضبط، يعني نبغى نشوفك في أعمال السعودية. أنا اللي أعرفه أنه أنت برضو المسرح بياخد حيز كبير عندك، وشفنا أنا يعني على حسب لقائي معك من السنة اللي فاتت وأنت بتحضر لمسرحية شعرية باللغة العربية الفصحى وهي مسرحية المتنبي. صحيح. ماذا حصل على هذا المشروع؟ نعم بالضبط، والله ما زال قيد الظروف الجيدة حتى يطلع، لأن اشتغلنا المشروع كبير لأنه هو مسرحي سينمائي استعراضي بفكرة جديدة عن الاحتفاء بقصيدة الخيل والليل الشهيرة لأبو طيب المتنبي، وملامح لوحات استعراضية غنائية راقصة بأداء شعري، يعني تجربة نوعية فاحتاجت الكثير من التجهيز والإعداد، وأنا عندي ارتباطات للدراما فهذا كمان أخر شوية العملية وحتى ينضج المشروع إن شاء الله أكيد بشكل جيد يعني. طيب وهذا شيء أكيد. أيضا هناك مشروعات كانت. أتفضل، إيش هي المشروعات الأخرى؟ أي والله هناك مشروعات كانت المفروض يعني قبل كورونا وتأخرت، إن شاء الله راح تكون موجودة، أعمال تراثية عن تجارة الإبل بعنوان نوح السواني، هذا مشروع يعني يكتب الآن، وكانت يعني من الأطروحات تكون في مشروعات متميزة، وأنا أحاول يعني أراعي الوقت والتنويع وما أكون كمان يعني إطلالاتي مملة على المشاهد، يعني تعرفين بعض الظهور الكثير يكون يعني عكسي، ولكن برضو وجودك مهيب. خلينا نسمع رسائل من الشارع إلى الفنان تركي اليوسف وإيش حابين يقولوا لك. تركي اليوسف فنان ما شاء الله تبارك الله، يعني مخضرم على قولتهم، وأنا متابع له من أيام إيش اسم المسرح دمعة عمر، والله يوفقه إن شاء الله ويسمى حمرة إن شاء الله. فنان كبير وقدير وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. والله شوف هو فنان تركي اليوسف كلنا اشتقنا له، وكان تمثيله آخر مسلسل كان له الظاهر مسلسل إنسانيات، ونتمنى أنه يرجع فنان عظيم وفنان له شهرته وفنان له مكانته وأكيد له جمهوره الخاص. فنان كبير وقدير ونتمنى له عودة حميدة إن شاء الله. تركي اليوسف الله يوفق، أول شيء فنان قدير وعنده مسلسله جديد، أتمنى له التوفيق، وفنان مبدع الصراحة. فنان كبير تركي اليوسف، فنان كبير، حتى مسلسل الأخير اللي في رمضان الحين فنان يستحق الإشادة. فنان كبير، فنان عظيم، الكل مشتاق لك ويبغى يشوفك في أعمال، ومبدع في الأعمال التاريخية والتراثية والبدوية، وهذا الشيء اللي عهدناه منك. أنا سمعت لك تصريح وأنت تقول تتمنى أنك تسوي مسلسل يحكي عن قصة الفنان طلال مداح، هل هذه ما زالت أمنية أو هل هناك في أخبار جديدة عن هذا الموضوع؟ والله ما زال يعني أحد الأحلام الفنية، لأنه توقف كان في حديث عن من أكثر من جهة إنتاجية حول إحياء المشروع، بس ما في شيء الحقيقة عملي، ولكن القادم بإذن الله أفضل. وأنا حقيقة يعني أثلجت صدري بهالأيام الجميلة إنه الواحد يسمع رأي الناس ورأي الشارع العادي الجمهور،
كيف يعني يقدر مسيرة الفنان. وأنا كل الشكر والتقدير لهم ولكم وللجمهور اللي يعني حريص على شوفتك بشكل دائم وإن يشوفك في أعمال بشكل كبير. هذا هو المكسب الحقيقي الوحيد للفنان. وأنت حريص أنك تقدم في أعمالك دائما وعدهم هناك إن شاء الله ببذل قضايا ورسائل فنية. ولو نرجع للقاءات في واحد قال أجمل عمل قمت فيه ويمكن هذا كمان من أجمل الأعمال وهو دمعة عمر وكان بيسلط الضوء على قضية وقضية العقوق وكذا. اليوم في انتقادات كبيرة للدراما الخليجية وبنشوف بعض المسلسلات بتتناول قضايا صعبة جدا البعض يتهمها بأنها هذه تشويه صورة مجتمع. طب كيف ممكن إنه المسلسل يسلط الضوء على قضية وموجودة ولكن دون أن يشوه صورة المجتمع؟ ولا الحقيقة المسألة هذه الحقيقة أنها لا ما لها معيار دقيق وعلشان يكون الواحد حكم حقيقي. ممكن يكون الإيجاب والسلب أو الحق مع الطرفين. أحيانا الفنان يريد أن يخرج خارج الإطار ويبحث عن موضوع ما راح أقول مو منتشر ولكنه لو موجود بقلة علشان يعمل منه موضوع درامي. وبنفس التوقيت المجتمع عنده ثوابت يخشى عليها بشكل عام يعني وحد يعني لو يشير لها بشكل أو بآخر فتلاقي المجتمع يخشى. خشية المجتمع مقبولة ويعني تمرد الفنان مقبول ولكن لازم يكون ما بينهم يعني رقيب ذاتي ما. وأنا مع فئوية المشاهدة الحقيقة يعني فئوية الأعمار هذه لازم تدخل كثقافة لأنه ما تستطيع أنت تقدم عمل لكافة الشرائح وكافة الأعمار والأفكار وتقول هذا عمل عام. أكيد هناك من يؤيد ومن يعارض ولكن في النهاية الحراك الفني والنقد والأخذ والرد حتى لو كان في بعض الانتقاد القاسي هذا مصحح دائم للحركة الفنية ويجعل الصناع الدراما يراعون الخط الوسط ما بين الرؤية الفنية وما بين رأي الجمهور. طيب. كيف تشوف الأعمال الدرامية الرمضانية الخليجية لهذا الموسم وإيش العمل اللي بتتابعه أو تابعته أو تثني عليه خلينا نقول؟ والله أنا حاولت ما استطعت أتابع كل شيء بدقة لأني بحاولت أخذ صورة عامة عن الأعمال حتى من ضمنهم عملي يعني بعد غيابك عني. لكني حقيقة العاطفة ويمكن العاطفة التراثية لأن أنا أحب الأعمال التراثية وأيضا هو حقق نجاح وسمع لدى الجماهير يعني طبعاً. خيوط المعازيب وشرار صحيح بحكم أن هذول العملين من تراثنا الحقيقة أخذت عيني أكثر وأشكر الزملاء على هذا الجهد ولو أنه لو طلع في بعض الملاحظات ولكن يعني هذا جهد ممتاز وتوجه وما في عمل ما عليه ملاحظات على السريع. هل تعد جمهورك بأنك تعود للأعمال التراثية أو حتى التاريخية قريبا خصوصا أنك رائع في اللغة العربية الفصحى؟ يا ستي أشكرك على الشهادة. نعم أعدهم بذلك وبالعكس الشوق يأخذني للنوعية من الأعمال الفصحى والأعمال التراثية. بالعكس هذا وعد إن شاء الله وأسعى له. أتمنى ذلك ونتمنى نشوفك في أعمال قادمة سواء على السينما أو المسرح أو الدراما. الفنان تركي آل يوسف شكرا لوجودك معنا هذا المساء. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا لليوم. انتظرونا غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.